الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، ليفل 1 سمستر 2، اليوم مختبرنا راح يكون type of specimens and spectrophotometer to be introduced by me دكتور مريم هاني. إن شاء الله حنكون مستمرين معاكم هذه السنة بإذن الله والسنة القادمة. في هذا المختبر لهذا اليوم راح نعطيكم أنواع العينات اللي ممكن راح نستخدمها in our labs. كذلك راح أعطيكم شرح مبسط عن الجهاز اللي راح نستخدمه بإذن الله بعد الحظر التجوال وفي السنة القادمة، اللي يسمى بالسبكتروفوتوميتر. ثم نعرج على موضوع الهيموغلوبين. أوكي. To start with blood. Blood is a suspension of cells, red blood cell, white blood cell, and platelet in a protein salt matrix called the blood plasma. Blood sample can be collected from vein usually, as is superficial and easier than arteries. But we can use arterial blood also in some cases, like in blood gas analysis or other investigations. Also, capillary blood can be used as in a penpyrick home test for diabetic patient. يعني blood, you all of you know what is blood. In the laboratory, when we collect blood, usually we collect it from vein. عادة احنا نجمع عينات الدم من الوريد لكونه اسهل من الشريان او the artery, more easier than arteries. بالرغم انه ممكن احنا في بعض الحالات نحتاج انه يكون الدم حصرا من ال from the arteries like in blood gas analysis. كذلك احنا ممكن ناخذ البنبريك او الوخزة الاصبع، اغلبكم شايفيها عارفيها، اللي مثل فحص السكري بالمنزلي، وخزة بسيطة بالاصبع لقياس ال blood pressure or other investigation. اوكي. Now, we in the laboratory, we have three type of fluid can be get from blood. We either use number one, whole blood sample collected in a tube, special tube contain anticoagulant. يعني احنا نجمع عينات الدم اذا نحتاج دم كامل في تيوبات معينة تحتوي على مادة مانعة للتخثر. For example, the blood used in hemoglobin measurement. في حالة احنا نحتاج the whole blood في حالة قياس نسبة hemoglobin الدم. Or number two, we can get plasma sample from the whole blood. يعني احنا بعد ما نجمع عينة الدم ونضعها في التيوب الحاوي على مانع التخثر, the anticoagulant tube, we put it in the centrifuge and the supernet, والمادة اللي راح تطفو في السطح هي راح تكون بلازما في حالة انه التيوب يحتوي لي كأنتيكوأجلنت. او immediately, يعني بس نجمع الدم ما ننتظره 10 دقائق الى ربع ساعة لان تخثر. انتم تعرفون احنا الدم يحتاج 10 دقائق الى ربع ساعة لإتمام عملية التخثر. ممكن مباشرة نحط هاي العينة بالسنترفيوج, السوبرنيت راح يكون لي بلازما. But if we put the blood in a plain tube, إذا وضعنا الدم اللي سحبناه من المريض بالسرنجة في تيوب plain ما يحتوي أي مادة حافظة أو مادة مانعة للتخثر وننتظر ربع ساعة إلى 10 دقائق ثم نضعه في سنترفيوج, المادة اللي راح تطلع لي cold serum. Okay, now you see a picture showing us the sample, the tube number one containing whole blood. يعني هاي أول تيوب دم كامل قبل ما ننتظره للتخثر أو ثم ننتظره 10 إلى ربع ساعة نضعه بالسنترفيوج راح ينطيني السيرام اللي هو هذا الأصفر السوبرنيت, والمترسب هو الكلوت of blood يحتوي إنه white blood cell, red blood cell, والبلاتليت والفايبرينوجين. حقيقة السيروم عن البلازما ما يختلفون غير بوجود الفايبرينوجين. البلازما have fibrinogen while the serum don't have fibrinogen. ليش؟ الفايبرينوجين هي المادة اللي راح تتخثر تتحول إلى فايبرين واللي هي راح تنزل مع الكلوت.
إذا البلازما contain fibrinogen لأن ما خليناها تتخثر، بينما إذا تخثرت هاي العينة وتحولت إلى كلوت راح يخلو السائل الأصفر اللي هو السيروم من الفايبرينوجين. أوكي now types of anticoagulant. حقيقة قبل ما أدخل هذا الموضوع أكو مقطع فيديو كيفية سحب الدم تعليمي كان أعطيته للطلاب في كركوك، يعني ممكن تطلعون علينه for you for your own benefit، يعني تعلمون عشان الدم ينسحب. أوكي anticoagulant tubes number one heparin. هيبارين حقيقة هو أكثر نوع من التيوبس we have in Iraq. Inhibit prothrombin to form thrombin so it prevent clotting mechanism. إذن عملية الهيبارين هو يمنع تكون لي الثرومبين من البروثرومبين وبذلك يوقف لي clotting mechanism، وبهاي الطريقة نحتفظ بالblood sample as a whole blood not clotted. The second type is EDTA tube. هي حقيقة اختصار لإيثايلين دايامين تيترا أسيتيت. عشان يشتغل EDTA it chelates to calcium ion which is essential for clotting mechanism. احنا نحتاج الكالسيوم لعملية التخثر الدم. تجي هاي المادة EDTA chelate تمسك الكالسيوم ايون وبذلك توقف لنا خطوة مهمة من خطوات اللي نحتاجها في عملية التخثر، ونفس الطريقة إذا تمنع لي clotting mechanism. The third type of tubes is oxalate and citrate. عشان يشتغل oxalate النوع الثاني، oxalate هم يشتغل على الكالسيوم أيون بس ما يعمل chelation، راح يعمل لي precipitate يرسب الكالسيوم أيون، وهم من إذا خسرنا عملية أو فاكتر مهم من الفاكتورات أو الفاكتورز اللي نحتاجها بعملية التخثر. بينما citrate convert calcium ion to it is inactive non-ionized form. الكالسيوم بإذن الله بالمستقبل راح تخرجها بالفسلجة، هو free أو bound to albumin. الfree أكو ionized non-ionized اللي هو ال non-ionized هو الغير فعال أو inactive، والionized هو الactive form. السيترات يجي يشتغل لي على الكالسيوم ايون يحوله الى لن ايونايزد ان اكتف فورم، وبذلك هو موجود بس ما يشتغل وما يساعد في عمليه كلوتينج ميكانيزم، ويبقى السامبل عندي از ا هول بلاد. ذا فورث اند ذا لاست تايب از صوديوم فلورايد. حقيقه صوديوم فلورايد هو نيدد ان لارج اماونت تو اكت از انتي كوجلانت. حتى يشتغل كمان التخثر نحتاج كميه كبيره منه in the tubes. The other action of sodium fluoride is prevent glycolysis by inhibiting enolase enzyme. عملية التحلل السكري or glycolysis أكو نحتاج عدة أنزيمات، واحدة منا اسمه الإنوليز. هل صوديوم فلورايد يشتغل على الإنوليز إنزيم يعمل له inhibition يوقف شغله ويعمل له عملية glycolysis؟ هاي عملية glycolysis احنا ليش نحتاج نوقفها؟ في حالة مريض عنده سكري مثلا والدم مالته ممكن هو مثلا بقرية وسحبنا له العينة وتحتاج نسافر إلى المدينة طريق ساعة ساعتين على ما تصل المختبر بالمدينة، أو in the labs بشكل عام أكو لود أكو شغل كثير منطقة بنفس اللحظة اللي سحبنا بيها العينة الدم نحلل بيها السكر. البلد يحتوي على الجلوكوز يحتوي على red blood cell. red blood cell it is active cell تحتاج انرجي تاخذ طاقة، عملية الجلايكولايسيس داخلها مستمرة، فايش تعمل هاي الريد بلاد سيل؟ راح تقلل لي كمية الجلوكوز الحقيقية الموجودة بالبلد. فمثلا لو كان المريض مالتي الجلوكوز مالته مثلا 200 ملي جرام بر ديسيليتر او اكثر او اقل، ايش قد يبقى هالجلوكوز ان كونتاكت وذ ريد بلاد سيل؟ يعني ما نفصله مباشرة نعمل ربع ساعة سنترفيوج وناخذ السيروم ونخلي الريد بلاد سيل بوحد، راح يقل لي كمية الجلوكوز بهاي العينة. فإحنا حتى نوقف عملية الجلايكولايسيس أخلي صوديوم فلورايد or immediate separation، يعني بس مجرد يفصل كلوتينج سيل أفصل السيرام عن البلازما. أوكي إذن
نبذة سريعة ومختصرة كانت عن أنواع العينات. أكو عينات أخرى إحنا نستخدمها بالمختبرات مثل اليورين، إن شاء الله هتاخذونه مختبر كامل. ستول، أكو كذلك سوائل أخرى في الجسم اللي هي أمنيوتيك فلويد اللي هي السائل يعني بالعميق والماء الغاز مع الطفل. أكو غاستريك فلويد، أكو فروم ذي ريسبيراتوري من قناة التنفسية ناخذ سامبل مثلا أو اسبريشن ونحللهم، وكثير من عينات. أو أكو أسايتس، أكو بلورال إفيوجن اللي هي الاستسقاء ال 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 يعني ما يجمع بالبطن أو ما يجمع حول الرئتين، هاي كلها ممكن سوائل تسحب وتحلل مختبريا. لكن أنتم كمرحلة أولى ليفل 1 كلش كافي لكم أنه تعرفون أنه عندنا بلاد، هالبلاد يطلع منه هول بلاد بلازما وسيرم ونحلله حسب العينة اللي نحتاجها. Now to start with the spectrophotometer and spectrophotometry and colorimetry. الspectrophotometer الكلمة يمسكها مثلا ونحلها بوحدها. Spectro photometry هو مقياس الطيف الضوئي، أو colorimetry مقياس الألوان، color من color وmetry قياس. أوكي؟ إذا إحنا راح نقيس كمية وشدة لون موجود في سائل أو عينة معينة إحنا نريد نحللها لقياس مادة معينة. فلنفرض عندكم سيرم وبينو بروتين، أنا أريد أقيس أشقد كمية البروتين بهذا السيرم، أخلي مادة ريأجنت اللي هي مادة ملونة نسميها ريأجنت. الريأجنت عادة لونه يكون أزرق، من نخلينه فوق السيرم ويتفاعل مع البروتين راح يتحول لونه إلى البنفسجي. أنا أريد أقيس هذا اللون البنفسجي، ليش؟ لأن هذا اللون البنفسجي يعكس لي أشقد أكو بروتين بهاي العينة، وكل ما زاد اللون البنفسجي عمقاً أنا باعتقادي أعرف قبل لا أحلله أنه البروتين تركيزه أكثر. إذن هناك علاقة طردية بين تركيز المادة وبين عمق اللون. أوكي؟ Okay. The measurement of concentration of colored substance in a solution forms the basic of colorimetric analysis. Many substances of a biological and medical interest are either colored or form colored derivatives when entered to a chemical reaction. إذا مثل ما حكينا قياس لون معين لمادة في سائل solution هي تشكل القاعدة الأساسية for the colorimetric analysis للتحليلات القياس اللون في أي مادة. يقول لك many biological and medical interest material، هناك العديد من العينات البيولوجية واللي مهمة عندنا بالطب هي بحد ذاتها either colored أو هي form a color derivatives راح تكون لي لون بعد إضافة مادة معينة وحصول على chemical reaction، حصول على تفاعل كيميائي. When array of monochromatic light initial intensity IO pass through the colored solution, some of the light will be absorbed. يعني إذا أنا هاي العينة اللي قلنا بالبداية لونها بنفسجي صار، دخلت عليها ضوء أحادي اللون، يعني إحنا نحن الضوء المرئي أو طيف الضوء المرئي عندنا من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي. أوكي؟ وعندنا 7 ألوان. فإحنا إذا خلينا أضأناها بلون واحد، حزمة واحدة ذو طول موجي معين، راح يدخل هذا اللون بإنيشال إنتنسيتي بقوة معينة، فمن راح يدخل بقوة راح يخرج بقوة أخرى أقل. ليش؟ لأن جزء من هذا الضوء امتص من قبل المواد الموجودة في هذا الصولوشن. With spectrophotometer, another property of the color solution is measured and called absorbance, which increases as the concentration of the solution increases. إذن قلنا بعد ما دخل هاي الضوء أحادي اللون من حزمة معينة من ضوء إحنا وفرناه بجهاز spectrophotometer راح يفوت بشدة ويخرج بشدة أقل منه، لأن الضوء امتص جزء من هذا الضوء امتص في داخل هذا solution. So الضوء الناتج أو الصادر بعد دخوله أو مروره من هذا العينة راح يطلع أقل ويسقط على متحسس إلكتروني
يقيس لي الدرجة ويعطيني أشقد amount of absorbance، أشقد من الضوء امتص خلال هذا solution. كذلك ممكن يقيس لي transmitted أو أشقد من الضوء انتقل خلال هذا العينة. الترانسميتد هو كلما زادت كثافة المادة قل عملية الانتقال، والامتصاص كلما زادت كثافة مثلا البروتين بهذا العينة زادت عملية الامتصاص. إذا الضوء المنتقل أو transmitted light will be less but the absorbed light will be more. إذا علاقة عكسية بين transmitted والضوء الثاني. Now to start with Beer-Slumbers laws. Under suitable condition, if a colored solution is illuminated with monochromatic light, its absorbance A will be directly proportional to the concentration C of the colored substance multiplied by the depth of the solution in the light pathway. إذن حسب هذا القانون الرياضي، علاقة رياضية بحتة، absorbance اللي هو كمية امتصاص رمزنا لها بA تتناسب طرديا مع تركيز المادة الموجودة concentration C اللي فرضناه بالعينة مالتنا كان البروتين. إذا كلما زاد تركيز البروتين بالعينة زاد كمية الامتصاص لها مضروبة في I اللي هي عمق الصلوشن، يعني التيوب مالتنا إيش قد حجمه. أوكي or a surplus بالرياضيات A يساوي constant، عوضنا الريليشن مع العلاقة الطردية، يساوي constant في الconcentration في الدبث. أوكي This relation is known as Beer-Slumbers law, which is used to compare the concentration of unknown test solution with a standard solution measured in the same way. أخذنا هاي العينة ذو التركيز المجهول البروتين، أخذته جاء مريض أريد أقيس له البروتين مجهول التركيز، أخذ العينة السيرم مالته، لكن أنا بالمختبر أطيق أعمل أو أصنع بروتين بتركيز معلوم. فلنفرض أنا صنعت لعينة تركيز البروتين مالتي بها 50 ميلي جرام بر ديسيليتر، والمريض مالتي ما أعرف أشقد تركيز البروتين بالسامبل. فأجي بنفس الطريقة الرياضية Beer-Slumbers law. Absorbance of the test، التست أي هو العينة مال المريض، في يساوي الكونستانت اللي طلعناه في concentration of the test اللي أنا أريده أشقد تركيز البروتين في الدبث. أرجع أخذ العينة اللي أنا صنعتها أو standard نسميها، concentration of the standard مالتي راح يساوي كذلك الconstant مضروبا في تركيز الستاندرد اللي أنا عملتونه اللي فرضيا كان 50 في الدبث. فنجي نقسم المعادلة الأولى على المعادلة الثانية، الدبث هو نفسه أحذفه، الكونستانت هو نفسه أحذفه، فيبقى لي عندي absorbance of the test في absorbance of the standard يساوي concentration of the test في concentration of the standard. نجي نحول، أنا اللي أريده هو concentration of the test، فنحول المعادلة كلها إلى الطرف الثاني، راح يصير عندي كما في السطر الأخير المكتوب concentration of the test اللي هو CT يساوي absorbance of the test مقسوم على absorbance of the standard مضروب في concentration of the standard اللي هو معلوم. زين السؤال هسا يتبادر بذهنكم، absorbance of the test أنا من أعرفه؟ أنا راح أقيسه بالجهاز، أقيسه بجهاز spectrophotometer، راح أخذ العينة أدخلها بالجهاز راح تقرأ لي رقم، فلنفرض هذا الرقم كان 2، من أجي absorbance of the standard همين أقرأه بالجهاز فلنفرض انقرأ لي رقم 1 في concentration of the standard اللي أنا عملتونه بإيدي كان 50. فإذا 2 تقسيم 1 2 في 50 100، إذا أستنتج أن البروتين بسيرم المريض عندي هو 100 ميلي جرام بر ديسيليتر. زين على أي ما أساس أنا أختار طول الموج الضوئي؟ أنا قلت لكم العينة راح تضاء بطول موجي معين واحد فقط، أشون أختاره؟ إذن wavelength and choice of the light coloring for the colorimetry.
مثل ما نعرف الوايت لايت كومينج فروم ذا سن اور تنجستن لام اللي هو الضوء العادي اللي بغرفنا نستخدمه الابيض از ا ميكستشر اوف لايتس فاريوس كلر اند ويف لينث ذا ريد اوف 700 نانومتر اند ذا فايوليت اوف 400 نانومتر لينث A red solution absorbs the green component and reflects red, so it appears red to the eye. إذن اللون الأحمر وجد أنه يمتص اللون الأخضر بكمية كبيرة ولهذا بس اللون الأحمر اللي يعبر ولهذا بس اللون الأحمر اللي نعكسه. إذن لكل سائل لون معين يمتصه بكمية كبيرة جدا. الأحمر وجد أنه يمتص اللون الأخضر وهكذا لكل لون. Have a specific wavelength to be absorbed. Hence, for the quantitation of colored compound in a solution, the sample has to be illuminated by a colored light supplied by the proper wavelength to get the maximum absorbance of the light. ولهذا مثل ما قلنا لكل عينة طول موجي لون معين يضاء به حتى يصير الأبزوربنس عندي of maximum absorbance. احنا راح نعطيكم هو ان شاء الله بنرجع دوام قبل كل تجربة ونقول لكم هل طول الموجة اليوم مثلا 500 450 وهكذا. Measurement of the absorbance A which is directly proportional to concentration is usually achieved by colorimeter or spectrophotometer is a constitute of number one. اذا مثل ما قلنا قياس الابزوربنس of the test and the standard راح يصير بواسطة جهاز. وهل جهاز spectrophotometry is consisted of يتكون من number one light source إذا مثل ما قلنا tungsten light light مصدر ضوئي okay حتى يعطيني سبع أطوال موجية ثم بعدها راح يكون عندي monochromator يحدد لي من هالسبع الأطوال طول موج أو سبع ألوان راح يعطيني لون ذو طول موجي معين or filter to provide a selection of desired light colored or wavelength for maximum absorbance. نمبر 2 أحتاج سليت يعني بعد ما هذا الفلتر ينطيني لون أحمر راح تكون مثلا لون أخضر راح تكون البيماتي كلش عريضة فأنا أحتاج سليت فتحة كلش غفية يعني يطلع لي مقدغاس الدمبوز لايت غفية عشان الليزر هذا اللي نصوبه سليت for isolation of a narrow beam and improvement of chromatic purity okay. نمبر 4 absorption cell or cuvette راح ناخذ لنا cuvette او هي تيوب كلش صغير نخلي بينه السائل مالتنا او the solution or the sample of the test. Here light is absorbed depending on the concentration and nature of the solution مثل ما قلنا يعتمد على تركيز السائل ونوعيته. Photocell or phototube which convert the transmitted light energy to electric energy. اذا بعد ما يعبر الضوء ذو سبع اطوال مختلفة الويف لينث من 700 إلى 400 بسبع ألوان ذو طول موجي معين عريض راح يكون أرفع راح يمر خلال السائل. السائل بعد ما يطلع من السائل جزء منه امتص جزء منه انتقل ترانسميتد هذا الجزء اللي ينتقل راح يقع لي على الفوتو سينسر أو فوتو سيل خلايا تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة إلكتريكال إنرجي وبعدين هالالكتريك انرجي راح تحول لي الى شاشه اللي هي نمبر 6 ميتر اور ريكوردر تو ريجست الكتريكال انرجي اكوردنج تو كونستريشن يعني هاي الطاقه الكهربائيه بالضبط تقرا لي مثلا 1 2 3 4 وهكذا هذه القراءه النهائيه هي قراءه الابزوربنس مالتي او العينه. ناو اذا قبل ما ندخل على السولوشن ريكوايرد فور ذا فوتوميتريك ميجرمنت احنا عرفنا لي قدام احنا نحتاج عينتين رقم واحد التست اللي هي العينة مع المريض اللي أنا سحبته دمه بعدين عمتوا للسنتروفيوج وطلعتوا منه السيرة أريد أعرف إيش قد الجلوكوز أريد أعرف إيش قد الدهن أريد أعرف إيش قد الكالسيوم الألبومين توتال بروتين whatever I need from this عينة. Second أنا أحتاج ستاندر الستاندر إحنا نعرف مادة نعرف تركيزها في حالة مثلا blood glucose أنا أحضر عينة أو نحن عندنا كت حاضر نشتغينه ينطيني يوفر لي ستاندر أوف 100 ميليغرام بر ديسيليتر أنا أعرف تركيز الجلوكوز بهاي العينة ثابت 100 ميليغرام بر ديسيليتر كذلك فور بروتين ينطيني تركيز ثابت فور كالسيوم فور أني تايب
أنا كل ستاندر أعرف تركيز العينة عنده. إذا لحد الآن عرفنا two types of solutions نستخدمهم، راح نقراهم بس بالإنجليزي حتى تقوى لغتكم. In general, it is necessary to prepare three solutions. Number one, test solution that is made from serum, plasma, or blood or other specimen being analyzed. إحنا ما بس نحلل السيرم، ممكن نحلل بلازما أو blood أو أي عينة ثانية مثل ما ذكرناها، ماء من البطن، ماء من الرئة، ماء whatever from anywhere. رقم اثنين or number two, standard solution that is made from a known quantity of the substance to be measured. إذا known quantity، كمية معلومة. The third solution is the blank solution containing all the reagent present. The blank solution compensate from non-specific color already present such as reagent color. It is absorbance is usually dedicated from that of the test and the standard respectively. أش حيحكي هوني؟ هذا السائل الثالث اللي راح ناخذه هو البلانك سولوشن. البلانك هو الشيء الفارغ أو الشيء الغير يعني غير مستخدم أو whatever you understand it in English. راح ناخذ العينة البلانك مالتنا، عادة راح يكون بيها كل الألوان اللي ما أريده تطلع لي بالنتيجة. يعني مثلا الرياجنت مالتي، الرياجنت المادة الكيميائية اللي راح تعمل لي التفاعل الكيميائي، رياجنت نسميها، بها عدة ألوان ما عدا فلنفرض قلنا البروتين، ما عدا لون البروتين. فإذا البلانك سولوشن يحتوي لي الألوان اللي ما أريده بالتجربة، فهذا اللون usually dedicated from the test and the standard respectively. يعني راح نطرح هذا اللون اللي راح نقيسه مع البلانك من التيست ومن الستاندر. فلنفرض قسنان وطلع 0.5 نص، وقلنا الستاندر طلع 1 والتيست طلع 2، فنطرح 2 ناقص نص 1 ونص، 1 ناقص نص نص، فهكذا راح نقسم 1 ونص على نص. إذا هو يحتوي لي كل الألوان الغير مرغوب بها في التجربة. ملاحظة هكذا ذكرت أخيرا، It is important to avoid any cloudiness, turbidity, bubbles which absorb light and introduce an error. إحنا العينة تعتمد على كمية امتصاص الماء وأشبيها شوائب، وحتى الرياجنت اللي قسناها بالبلانك طرحناها حتى لا يطلع لي قراءة خاطئة. فإذا كلش مهم أنه راح تلاحظ أنه التيوبات مالك نظيفي، العينات مالك نظيفي، تتجنب أي cloudiness اللي هو تضبيب، أي turbidity، أي bubble، حتى air bubble مثلا من تصب solution من تيوب إلى آخر راح يطلع لك air bubble، فهي كلها راح تنطيني نتائج خاطئة. فإذا the solution should be optically clear، لازم أن يكون كلش كلش clear للعين. حقيقة خلصنا لحد الآن العينات، خلصنا الجهاز شوية بينه صعوبة طبعا لأن كان شفهي بس وما مسكتمو بيتكم وما غشعتمو. إن شاء الله تخلص هاي الأزمة وتغشعونه بإيدكم وتمسكونه بإيدكم، نعيدوا طبعا لكم إلى أن تفهمونه، بس هذا بطريقة أسا مبسطة. خلنا نقول حقيقة راح ناخذ مختبر بسيط جدا حتى تطبيقا على ما أخذتمو، اللي هو هيموغلوبين، قياس نسبة الهيموغلوبين بالدم. انتم already كلتكم طبعا كن سمعتم او كن حللتم او كن قسمتم نسبة الهيموغلوبين في دماغكم. هيموغلوبين or the red pigment of the red blood cell is the main constituent of the erythrocyte. It is a protein that transports oxygen and about 50% of the CO2 in the blood. إذا هو مثل ما تعرفون هو ناقل للغازات، هو ناقل للمواد الغذائية، هو ناقل waste product، هاي كلها تعرفوها من الإعدادية، وإن شاء الله تأخذوها بتفاصيلها الدقيقة بالمحاضرات الفسلجية. تجربتنا هذا اليوم راح تسمى بدرابكم ميثود أو سيان ميت هيموغلوبين. دروبكم ميثود سميت بهذا الاسم لأنه السولوشن اللي راح نستخدمه لقياس الهيموغلوبين اسمه دروبكم سولوشن، فسميت التجربة نسبة لدروبكنز. أش يحتوي هذا دروبكم سولوشن؟ يحتوي على مادة السيانايد واللي هي مادة كلش خطرة وكلش سامة، وحتى نحن من نشتغله بالمختبر
نكون حذرين، نلبس جلوفز، نخاف من التسمم. فالتجربة كذلك ممكن نقول عليها سيان ميت هيموغلوبين. الأدلت هيموغلوبين موليكيول consisted of four hemogroups attached to two alpha and two beta globin chain. The essential component of the hemoglobin is the iron atom. طبعا كل هيموغلوبين موليكيول متكونة من أربع four groups of hemes. هال four groups of hemes have attached to two alpha two beta globin chains. إن شاء الله راح تأخذوها من كذلك بالمستقبل بتفاصيلها وبصورة الواضحة، ما أطيق أعقب عليها غير بشكل كلش سريع. اللي غيتكم تعرفونه كل هيم جروب عنده آيرون بالوسط، ولهذا الحديد كلش مكون مهم من الهيم of the human being. Each of the heme groups which have one of coordination valency, six coordination, is free to bound to oxygen or other ligand. الهيم راح يكون سلسلة من الأمينو أسيد اللي هي مكونات لأي مكون من البروتين بالمكان السادس of coordination مالتو شلون موجود في الهيم كومبوننت، راح يكون free هالمكان مثل ما يكون كلسي فارغة either to bind to oxygen or to CO2 or other ligand. يعني مثلا اللي CO هم موجود ممكن يرتبط بينه، اللي هو سي او غاز يعني غاز احادي الكربون اللي هو كلش سام، وهو يحب الارتباط بالهيم يعني كلش اكثر من الاكسجين، ولهذا اذا واحد تعرض الى غاز سي او يصير تسمم يموت بساعة. اوكي حنعطيكم بس النورمال فاليو اوف هيموغلوبين بالادلت وبالتشيلدرن. الادلت طبعا اذا كان فيميل وميل مختلف الهيموغلوبين ليفل in it. Normal value of hemoglobin are 140 to 200 gram per liter of blood in infant. إذا infant اللي هو أول سنة من عمره راح يكون كلش عالي الهيموغلوبين مالته. In the females is lower from 120 to 150 gram per liter. In male it is 140 to 165 gram per liter. When this hemoglobin value is below normal, يعني less than 120 in female and less than 140 in male, the patient said to be anemic. إذا قلت نسبة الهيموغلوبين عن النسبة الطبيعية، المريض يقال أنه هو anemic أو هو مصاب بفقر الدم. But if this hemoglobin value is higher than normal, the patient is said to have polycythemia. يعني خلايا الدم red blood cell أعلى من الطبيعي مثل erythrocytosis، وكذلك في حالة الديهايدريشن الجفاف، وأكو أسباب كلش 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 كثيرة بإذن الله تأخذوها بالمناطق يعني بالسنين المتقدمة خامس سادس طبية ما غير نفوتكم وندوخكم بيها. أشون طريقة عمل درابكنز سولوشن، أو هي أشن هي البرينسيبل أوف أور إكسبيرمنت توداي، أشن هي شلون التجربة مالتنا اشتغلت. When whole blood sample is added to Drabkin solution, the hemoglobin والميت هيموغلوبين والكربوكسي هيموغلوبين، الدم مكون من هيموغلوبين بوحده، اكو بينه ميت هيموغلوبين، اكو كربوكسي هيموغلوبين، all oxidized to ميت هيموغلوبين. كل انواع الهيموغلوبين راح تتحول الى ميت هيموغلوبين بواسطه بوتاسيوم فيريك سيانايد، مثل ما قلنا لكم هو يحتوي على ماده السيانايد اللي هي السامه، فهالبوتاسيوم فيريك سيانايد راح يحول لي الهيموغلوبين الى ميت هيموغلوبين. Then the ميت هيموغلوبين is converted into stable cyan methemoglobin by potassium cyanide. إذن الخطوة الثانية راح يتحول لي الميثيموغلوبين هو unstable، راح يتحول إلى مادة stable أكثر بارتباطه مع السيانايد، فمن يرتبط الميت بالسيانايد يصير سيانو ميثيموغلوبين بواسطة بوتاسيوم سيانايد. هالسولوشن هذا بعد ما يتحضر ويصير راح نقرانه بالسبكتروفوتوميتر بطول موجي ما يعادل 540 نانومتر. إذا أكثر طول موجي مناسب للهيموغلوبين في هاي الحالة هي 540 نانومتر compared with a citrified cyan methemoglobin. طبعا راح نقارنه مع standard or citrified cyanomethemoglobin. إحنا
مادة أخرى كن حضرناها بتعليم مركو... بت... عفو بتركيز معلوم. فإذا راح يصير الرياجنت عندي اللي هو الدرابكن سولوشن هو الرياجنت وهو البلانك مالت اللي راح نصفر بينه، ثم راح أقيس الستاندرد اللي هو تركيزه معلوم وإحنا كن اشتغلناه، ثم نقيس التيست اللي ما نعرف، وناخذ أي واحد منكم مثلا من الطلاب الموجودين بالمختبر ناخذ له بلد ونقيس أشقد نسبة الهيموغلوبين مالته، على طول موجي 540 نانومتر. Okay, thank you very much for your listening and good luck.